أعلنت هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية اليوم عن سلسلة من الإنجازات في قطاع العمليات الحوكمة التي حققتها خلال عام 2023، والتي كان أبرزها تطوير منظومة المفتاح الإلكتروني بزيادة الساعات الاستيعابية ل 20 مليون مصادقة سنويا وما يقارب 84 ألف مستخدم جديد، إلى جانب ربط أكثر من 300 موقع حكومي بشبكة البيانات الحكومية وغيرها من الإنجازات التي تعكس السعي الدؤوب والرؤية الطموحة لمملكة البحرين نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولتسليط الضوء على هذا الجانب، يسرنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور خالد المطوعة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. أهلا بك سعادة الدكتور خالد، أود بداية أن نتحدث عن أبرز إنجازات قطاع العمليات والحوكمة التي تم تحقيقها خلال عام 2023، ما هي أبرز العوامل التي ساهمت على تحقيقها؟ بداية طبعا أشكر لكم استضافتكم الكريمة للتحدث حول أبرز إنجازات قطاع العمليات والحوكمة لعام 2023. ويسعدني طبعا أن أشير إلى أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة والدعم المتواصل من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية تقنية المعلومات والاتصالات، عملت على تكريس جهودها في تعزيز البنية التحتية لقطاع المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين. طبعا الإنجازات كثيرة، لو كنا نستعرض يمكن أهمها اللي تم تحقيقها خلال عام 2023، يمكن أهمها تطوير منظومة المفتاح الإلكتروني للدخول الموحد حق الخدمات الإلكترونية والتطبيقات والأنظمة الإلكترونية، اللي من خلالها طبعا رفعنا الطاقة الاستيعابية حق المنظومة إلى 20 مليون مصادقة سنويا، ويمكن دخل علينا أكثر من 84 ألف مستخدم جديد في المنظومة. وعلى صعيد تحسين العلاقات مع المستخدمين، أطلقنا طبعا نظام محدث لخدمة العملاء الحكوميين، ساهم طبعا بتحسين سرعة الرد بأكثر من 94% وسرعة الاستجابة الأولية بنسبة 95%. على مستوى طبعا الربط الشبكي، شهد عام 2023 تحديث شامل حق أداء شبكة البيانات الحكومية، لله الحمد استكملنا الربط الخليجي مع دول مجلس التعاون اللي بيكون طبعا أساس لإطلاق خدمات إلكترونية مشتركة بين دول مجلس التعاون. وطبعا في ظل ثورة البيانات، أدركت قيادتنا الرشيدة أهمية البيانات، لذلك قمنا بتطوير بحيرة البيانات أو ما يعرف الديتا ليك حق نسهل عملية إنشاء مؤشرات الأداء وتحليل البيانات آليا باستخدام طبعا تقنيات للذكاء الاصطناعي. حديثا يمكن سمعتوا عن إطلاق منصة عقاري اللي تستخدم هذه المنظومة، وكذلك تطلق منصات إن شاء الله مستقبلية تستخدم مؤشرات وتحليل بيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي. كذلك حرصنا طبعا خلال عام 2023 على رفع جاهزية حماية البيانات وحفظها، وانتهينا ولله الحمد من مشروع النسخ الاحتياطي لملفات وبيانات المستخدمين حق أكثر من 44 جهة حكومية. وأخيرا طبعا وليس آخرا، يمكن شهد عام 2023 إطلاق حزمة من السياسات الرقمية حق دعم التحول الرقمي، إلى جانب طبعا إبرام اتفاقيات إطارية مع شركات عالمية أساس نوفر الشراكة اللازمة حق دعم التحول الرقمي. نعم الدكتور خالد المطوعة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.